مشاهدينا متابعينا الاعزاء لبركة الله وتوفيقه، انطلاقة الشوط التاسع في هذا الصباح خاص بفئة الذلل. متابعينا الاعزاء من ميدان الوثبة، الانطلاق امامكم مشاهدينا الاعزاء، المسافة 8 كيلومترات ضمن هذا المهرجان الكبير. المشاهدين ومتابعي الاعزاء، مهرجان الوثبة الختامي، وهذه هي الانطلاقة امامكم كما تلاحظون الشعارات الزاهية التي تشارك في هذا الشوط، شعارات لها صولات وجولات في الميادين. مشاهدينا متابعينا الاعزاء، نرى ايضا مجموعة من الذلل اللي لها وصولات وجولات تشارك في هذا الشوط، وارى مباشرة مقدمة الشوط والمركز الاول هجر في المركز الاول، تعود ملكية هجر مشاهدينا متابعينا الاعزاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبد الله بن ثعلب الهاجري اللي ضمرها مشاهدينا الاعزاء في مقدمة هذا الشوط، هجر ومهاجره من البداية في هذه اللحظات منطلقة بالمركز الاول كما تلاحظونها متابعينا الاعزاء، هجر في مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني اللي تلاحق هجر في المركز الثاني ايضا، هناك مشاهدينا الاعزاء قدوم على هجر من قبل اشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، بشاير يضمرها طوارش بن مبارك بالقوبع. المركز الثالث هناك وصول من قبل انتباه لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، سالم بن سعيد بن منانه يضمر انتباه اللي اخذت المركز في هذه اللحظات الثالث، بينما المركز الرابع، المركز الرابع عسيله، عسيله لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والشيبه بن علي السبوسي هو اللي ضمر عسيله، انتقلت عسيله الى المركز الثاني في هذه اللحظات من المركز الرابع. المركز ايضا الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات متابعينا الاعزاء انهار لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد، نضمر سيف بن احمد بن خريده اللي اخذت المركز في هذه اللحظات الخامس، هذه مضمرها عتيق بن سالم، عتيق بن سالم بالعرطي، نعم انهار اللي اخذت المركز الخامس في هذه اللحظات، مشكور يا عتيق، الشعار معروف ايضا. والانطلاقات امامكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الاندفاع القوية من قبل الذلل في شوطهن في الشوط التاسع بالترتيب، ولكن الصدارة كما تلاحظون هجر، هجر هي مهاجرة بالمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وعبد الله بن ثعلب الهاجري اللي ضمر هجر في مقدمة هذا الشوط. كما تلاحظونها عسيلة في المركز الثاني، عسيلة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، يضمر عسيلة الشيبة بن علي السبوسي، وفي المركز الثالث، المركز الثالث في هذه اللحظات ترى قدوم من العزرة، العزرة لهجن الرياسة بقيادة عيسى بن سعيد الخيل اخذت المركز الثالث في هذه اللحظات. وفي المركز الرابع، المركز الرابع انتباه لسمو الشيخ احمد بن محمد بن راشد المكتوم، وسالم بن سعيد بن منانه يضمر انتباه اللي اخذت المركز الرابع، المركز الخامس، المركز الخامس، المركز الخامس انهار، انهار لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وعتيق بن سالم بالعرطي هو اللي ضمر انهار مشاهدينا الاعزاء في المركز هذه اللحظات الخامس. خمسة مراكز، خمسة مراكز، ولكن هناك أيضا شعارات لم تدخل عالم الإذاعة رغب المزيد والمزيد، وخاصة في هذا الشوط، ولكن الصدارة كما تلاحظونها هجر في المركز الأول، هجر في المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب وعبد الله بن ثعلب الهاجري اللي ضمر هجر في مقدمة هذا الشوط، ومنطلقة بالمركز الأول كما تلاحظونها أيضا تقدم عروض ممتازة للغاية في هذا الميدان وفي هذا المهرجان. المركز الثاني عسيلة، في المركز الثاني عسيلة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والشيبة بن علي هو اللي ضمر عسيلة اللي في المركز الثاني عسيلة، المركز الثالث أيضا العزرة، والعزرة من هجن الرياسة، والمضمر أيضا عيسى بن سعيد الخيلي في المركز الثالث، العزرة في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع انهار،
مو بنهر واحد يا جماعة، مجموعة أنهار. هذه هي أنهار مشاهدينا متابعينا الأعزاء لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيق بن سالم بن عرطي اللي ضمر أنهار اللي في المركز هذه اللحظات الرابع وفي المركز الخامس. العقرب، العقرب يا جماعة تخوف، العقرب في المركز الخامس من الأسامي القوية والخطيرة لهجن العاصفة حمد بن راشد بن غدير يضمر العقرب اللي أخذت المركز هذه اللحظات من المركز الخامس إلى المركز الرابع. يا سلام. إذا متابعينا مستمعينا الأعزاء لنا عودة مع مقدمة الشوط، وسامي لها صولات وجولات، لها أيضا بصمات في الميادين. الهجر، هجر في مقدمة الشوط، وهجر أيضا لسمو الشيخ راشد، لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، ولكن عسيلة، عسيلة هي اللي تتسلل في هذه اللحظات، عسيلة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. والشيبة بن علي السبوسي يضمر عسيلة أيضا المركز الثاني العزرة، والعزرة لهجن الرياسة يضمر العزرة. مشاهدينا الأعزاء انضمر من حاف اللي فازت بالشوط الأول في هذا الصباح. أيضا مشاهدينا الأعزاء عيسى بن سعيد الخيلي في المركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثالث هجر في المركز الثالث اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، وعبد الله بن ثعلب الهاجري هو اللي ضمر هجر. العقرب، العقرب في المركز الرابع، العقرب وصلت في هذه اللحظات، عقرب سامه مشاهدي الاعزاء في هذه اللحظات في المركز الرابع الهجر. العاصفه حمد بن راشد بن غدير هو اللي ضمر العقرب، ولكن اشوف اشعار سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوب على ظهري بشاير اللي عند طارش بن مبارك بالقوبع في المركز هذه اللحظات الخامس. يا سلام، الله، اسامي، اسامي قويه في هذا الشوط. يا سلام، ولكن ولكن عسيله ولا العزره، العزره هي اللي غيرت وانتزعت المركز الاول العزره لهجن الرياسه بقياده عيسى بن سعيد الخيالي هو اللي ضمر العزره ويقوم بعنايتها. المركز الثاني عسيله لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، والشيبة بن علي السبوسي يضمرها هجر في المركز الثالث. هجر، هجر مشاهدينا الأعزاء لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وعبد الله بن ثعلب الهاجري هو اللي يضمر هجر في المركز الثالث. المركز الرابع، المركز الرابع بشاير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وطارش بن مبارك بالقبع اللي ضمر بشاير اللي في المركز الرابع وفي المركز الخامس. العقرب، العقرب في المركز الخامس، الله، العقرب من هجن العاصفة وحمد بن راشد بن غدير اللي ضمر العقرب في هذه اللحظات في المركز الخامس. يا سلام على هذا الشوط، يا سلام على هذا الشوط، الله على هذا الشوط. العزرة، العزرة أيضا في هذه اللحظات تقود المسيرة، تنطلق بالمركز الأول العزرة لهجن الرياسة وعيسى بن سعيد بسلطان اللي ضمر العزرة. مشاهدينا الأعزاء لا زالت على الصدارة كما تلاحظونها. الله، قربنا للمنعطف الأخير اتجاه المنصة الرئيسية، اتجاه المنصة الرئيسية، ولكم بشوير بشاير اللي تبشر بالخير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع. الله يا ابن القوبع، يا سلام. هذه مشاهدي الأعزاء بشاير وفي المركز الثالث أيضا اللي هي هجر لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المضمر هجر مشاهدينا ومتابعين الأعزاء عبد الله بن ثعلب الهاجري وفي المركز الثالث. عسيلة، عسيلة أيضا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، المضمر أيضا الشيبة بن علي السبوسي. المركز الخامس العقرب لهجن العاصفة بقيادة المضمر ايضا حمد بن راشد بن غدير الاكتبي، ولكن ارى التزام، ارى التزام. اخذت المركز الخامس لاول مره نذيح الضيفه من دوله قطر الشقيقه، التزام لسمو لسعاده الشيخ ثاني بن حمد الثاني وحمد ايضا مشاهدي الاعزاء محمد بن خالد العطيه اللي ضمرها. الله، الله، اتجه نمام السياره، الكيلومتر الاخير، كيلو الامتحان، كيلو
كيلو الصراع، كيلو التنافس، والعزرة هي اللي منتعزر بهذا الشوط. العزرة أيضا هي اللي منتقلت إلى المركز الأول. دهجنا الرياسة والسلوب، شوف القدوم من بشاير وشوف القدوم من عسيلة. العزرة أيضا لهج الرياسة وعيسى بن سعيد الخيري، بشاير لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وطورش بن مبارك بالقوبع يضمرها المركز الثالث لعسيلة أيضا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد. المضمر أيضا الشيب بن علي السبوسي والتزام، ولكن العزرة والعزرة يا سلام، الله الله، العزرة وبشاير وعسيلة، العزرة وبشاير والعزرة، العزرة ظنها قفلت على الشوط يا جماعة. بدأت تنطلق في هذه اللحظات العزرة لهجن الرئاسة بقيادة عيسى بن سعيد الخيالي. المركز الثاني ايضا اللي هي بشهد العزال حسيلة، والتزام قادمة، التزام قادمة، وتعلن شارة الخطورة على العزرة. التزام لسعادة الشيخ ثاني بن حمد الثاني، يا سلام، ولكن العزرة، العزرة والالتزام، العزرة والالتزام، اللحظات الأخيرة، اللحظات، ولكن العزرة، العزرة، العزرة ستظل العزرة، العزرة. تهانينا لهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني أيضا اللي هي التزام لسعادة الشيخ ثاني بن حمد الثاني. المركز الثالث العقرب لهجن العاصفة. المركز الرابع عسيلة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم. المركز الخامس اسمه الشيخ سيف بن خليفة بن سيف آل نهيان اللي خذت المركز الخامس. خمسة مراكز، ولكن لنا عودة مع الإعادة والتوقيت الزمني. هذه العزرة أثناء انتصارها ولإعادة التوقيت الزمني 12 دقيقة 56 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن الرئاسة، تهانينا لعيسى بن سعيد الخيلي مضمر العزرة. المركز الثاني كان من نصيب التزام، والتزام ملتزمة بالفعل 12 دقيقة 58 جزء واحد من الثانية. التزام لسعادة الشيخ ثاني بن حمد بن خليفة ثاني بقيادة العطية هو اللي ضمر التزام. المركز الثالث كان من نصيب أيضا العقرب، وتوقيتها 13 دقيقة وجزء وثانية وست أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لحمد بن راشد بن غدير مضمر العقرب.